2011-2012 تمت وفق معطيات حسابية صرفة. البداية كانت بتقنين التوزيع الجغرافي للأندية بما يتلائم ومعطى القرب، فتحديد المدينة المحورية متمثلة في مكناس وفريقها النادي المكناسي، ثم المدينة الجهوية متمثلة في مدينة خريبكا وفريقها أولمبيك خريبكا. جدول المباريات حدد بقرعة سلفا وبأرقام. اختزلت الفرق الست التي ستتواجه طيلة 16 دورة، هي نصف عمر البطولة. قبل المرور إلى كشف أسماء الفرق الست التي اختيرت رؤوس أقطاب، أي من تنتمي للمدينة نفسها، إذ أعطي لكل فريق رقم فردي والآخر زوجي بغية تفادي استقبالهما للمباريات في الوقت ذاته. بعد ذلك أجريت قرعة ديربيات الأقطاب والتي أسفرت عن مواجهات الوداد المستقبل للرجاء في الدورة 14 والإياب في الدورة 28 والاستقبال للرجاء، فيما يستضيف المغرب الفاسي وداد فاس في الدورة 5 والجيش الملكي الفتح الرياضي في 7. الدور حان بعدها للأزواج المتبقية والتي تتمثل في الفرق الجهوية 8، وطبقا للمبدأ نفسه تم ترقيمها ومن ثم الفرز لتحديد المواجهات لتمنح العملية ككل في نهايتها برنامج مرحلة الذهاب، والذي أسفر عن لقاءات ساخنة بدءا من دوراته الأولى. وعلى سبيل المثل الرجاء سيواجه المغرب الفاسي في الدورة 2، والجيش الملكي سينازل الرجاء في 3. أما الدورة 4 فحددت موعدا بين أولمبيك خريبكا والرجاء ثم أولمبيك آسفي بالجيش الملكي. البرمجة التي اعتمدت على جدول سنوية احتوت أيضا على توزيع أسبوعي هو في الأصل مربط الفرس، فالتوزيع الأسبوعي يتعلق بتوقيت إجراء المباريات الذي يلقى معارضة دائمة من بعض الفرق، والسبب عدم توفر الأخيرة على إضاءة في ملاعبها، وهو أمر يراه مسؤولو البرمجة مشكلا يتعلق بالفرق نفسها والسلطات المحلية لمدنها. راه ما يمكنش لنا الدور الأول ديال البطولة غادي يكون على امتداد 8 أيام إن شاء الله في رمضان، وغادي نلعبوهم كاملين إن شاء الله ما بين 10 ونص الليل، ما كاينش نهار مقابلة دوز في النهار، واللي ما عندوش الإنارة غادي يكون مرغم أنه يلقى ملعب لائق فيه الإنارة وغيلعب فيه. وحتى ملي غادي تبدا البطولة الأندية اللي ما عندهاش أرضية صالحة ما تعولش على أنها غادي تبرمج في المقابلات. نجاح البرمجة هو رهان يقوم على مدى توفق الفرق في الانخراط في أول بطولة احترافية، ضمان بنية تحتية ملائمة من ملاعب وسلوكيات تنسجم ومفاهيم الاحتراف هي الورقة الوحيدة لكسب الرهان.